السلام عليكم. في الفترة الأخيرة الصورة دي منتشرة بشكل كبير جدا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وناس كتير جدا بتتساءل عن كيفية عمل صورة زي الصورة دي. الموضوع بسيط جدا عن طريق تطبيق اسمه فوتو لاب. هسيب لكم لينك التطبيق في الديسكريبشن تحت الفيديو. بعد ما بتحملوه بتفتحوه بالشكل ده، تمام؟ زي ما احنا شايفين التطبيق فيه أشكال كتير جدا من الصور، اللي لو انت حابب يعني تخلي الصورة بتاعتك زيها، وليكن مثلا هناخد الشكل المنتشر اللي هو الشكل ده، تمام؟ وبياخدك مباشرة على الجاليري عندك او معرض الصور، وهتختار وليكن الصورة دي، تمام؟ وتحاول تخليها بنفس الشكل. بعد ما تختار الصورة بتضغط على السهم اللي تحت على اليمين، تمام؟ وعندك هنا العداد تحت خالص بيقولك بروسيسنج او معالجة الصورة 1 من 3. لما طبعا يخلص هيكون 3 إلى 3، وبالتالي الصورة هتكون موجودة عندك. فبننتظر لحظات بيعمل بروسيسنج أو معالجة للصورة. دلوقتي 2 على 3، ننتظر لحظات، ودلوقتي 3 على 3، وبيقول لك داونلودنج ريزلت. ودلوقتي الصورة أصبحت موجودة معاك زي ما احنا شايفين بالشكل الموجود والمنتشر. تقدر تعمل لها شير عندك هنا فوق علامة الشير، تقدر تضغط على شير وبيجيب لك جميع عندك تحت هنا خالص جميع مواقع التواصل، تقدر تشيرها على كل المواقع اللي انت شايفها دي. وبكده نكون عملنا الصورة المنتشرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا في أشكال كتير جدا مختلفة موجودة هنا، وليكن مثلا الشكل ده، برضو في الشكل ده مثلا اللي هي الصورة المتحركة. لو اخترنا مثلا الصورة دي، تمام، وهنضغط على السهم اللي تحت على اليمين، تمام، وبننتظر فوق البروسيسنج فوق عندك 2 من 6، بننتظر لحد لما يبقى 6 من 6. الموضوع ما بياخدش ثواني، والصورة هتكون متاحة وموجودة معانا، وتقدر تشيرها على كل مواقع التواصل الاجتماعي. ودلوقتي الصورة هتكون موجودة معانا داونلودنج ريزلت زي ما احنا شايفين. دلوقتي الصورة اصبحت موجودة معانا. طبعا عندك هنا الزائد اللي تحت على اليمين اللي باللون الاخضر، بتضغط عليه لو حابب تكتب تكست او حابب تكتب اي كلام على الصورة ممكن تكتب. وزي ما احنا قلنا قبل كده في عندنا هنا السهم اللي فوق على اليمين، ممكن تعمل شير للصورة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. ده كان فيديو النهاردة بمنتهى البساطة. وطبعا زي ما قبل ما نختم الفيديو، زي ما اتفقنا في أشكال كتير جدا من الأشكال دي كلها، انت تقدر تختار الشكل اللي انت حابه أو المناسب لك. طبعا في هنا الترندنج، الأشكال الترندنج أو المنتشرة أو الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدر تختار أي شكل انت حابه وتخلي صورتك بالشكل ده. ده كان فيديو النهاردة. أرجو لو استفدتوا من الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات، لأني بنزل فيديوهات كتير إن شاء الله ستنال إعجابكم. وشكرا جزيلا على المتابعة.